إذن اليوم هذا اللقاء يأتي في إطار العمل الثقافي لمؤسسة علال الفاسي، والهدف منه اليوم وهو أولا العمل على تشجيع الإبداع في المجال أولا للاقتصاد التضامني، وفي نفس الوقت كذلك تشجيع الشباب في مجال الشعر. والمؤسسة أعطت عناية خاصة لهذا المجال لأن تنعتبر بأن الثقافة فهي تشكل رافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. ثانيا هنالك إرادة قوية لتشجيع الشباب، والحمد لله عندنا شباب مبدع مهم جدا خصوصا في هذه المجالات الثقافية وفي مجال الشعر على الخصوص، من أجل أولا دعمهم ومن أجل كذلك جعل أنه تعطى لهم فرصة لمعرفة إبداعاتهم، وستكون فرصة للاستماع إلى أشعارهم، ومن جهة أخرى كذلك العمل على أن يكون هنالك عطاء أكبر في هذه المجالات التي تشكل أرضية أساسية لأولا الإبداع ومن جهة أخرى للتنمية. تحل هذه الاحتفائية بتوزيع جائزة علال الفاسي بعد أكثر من سنتين من الاحتجاب، ويمكن ونقول أيضا بأنه كنا على وشك توزيعها عندما جاءت الجائحة، فحرمنا من كثير من اللقاءات إلى اليوم الذي نبدأ به برنامج الثقافي للمؤسسة بهذه الاحتفائية، نعتبرها بمثابة فاتحة مسك للبرنامج، لأنها جوهرة البرنامج الذي نشتغل عليه من جهة، ومن جهة أخرى لدلالتها الرمزية ودلالتها العلمية والمعرفية، من حيث أنها ترتبط أو تحاول أن تلمس بعض أبعاد شخصية علال الفاسي رحمه الله في الجانب الثقافي العام الذي يمثل عالميته واستيعابه لثقافة العصر مهما اختلفت حتى عن رأيه وعقيدته، وهذا ما تستجيب له الجائزة الثقافية التي هي موجهة للجميع والتي تشمل كافة الميادين، وفي كل سنة يتحدد موضوعها. تمثل لحظة تتويج بجائزة مؤسسة علال الفاسي للشعر فرصة للاحتفال بالمنجز الشعري وبتجربته الثقافية، وهي فرصة أيضا لنحتفي بهذا الفن النخبوي الجميل ونتوج رحلتنا مع القصيدة.